من ضمن الأجهزة التي تستخدم في الريجوليتور اللي هو الزينر دايود، وهذا موضوع اللي هو موضوع اليوم. الزينر دايود عشان نميزه عن الديودات العادية بعطيله الإشارة اللي شكلها زي حرف زد، وهو أول حرف من زينر دايود. وطبعا الزينر هذا اسم المكتشف لهذا الدايود. هذا الدايود إذا بتتذكروا هو عبارة عن دايود عادي، ولكن لا يعمل إلا في منطقة البريك داون، أي أنه يكون في حالة انحياز عكسي. إيش معنى ذلك؟ معنى ذلك لو أنت طلعت للآي بي الآي في كاركترستيك لأي دايود، هتاخد الصورة اللي أنتوا عارفينها في الانحياز الأمامي صفر لعند 0.7 للسيليكون و 0.4 للجرمانيوم، بيطلع التيار بصير مقاومة الديفايس أو الدايود صغيرة جدا وشبه مهملة. بينما في حالة الانحياز العكسي بتكون المقاومة لا نهائية، ويكون التيار تقريبا يعتبر صفر حتى نصل إلى جهد معين لا يستطيع الدايود أن يقاوم هذا فرق الجهد، فتبدأ حاملات الأقلية إذا بتتذكروا في عملية إحداث الانهيار اللي سميناها أفلانش إفكت، حيث تنتقل حاملات الأقلية من الـ N-type إلى الـ B-type وتقوم بعملية توصيل التيار الكهربائي، ولها الطاقة الكافية لتحرير المزيد من الإلكترونات، وبالتالي بمر تيار هائل جدا. هذا التيار بنسميه اللي هو تيار البريك داون أو منطقة الانهيار. إذا احنا في المرحلة هذه، هذا الـ Reverse Breakdown Region is a normal operating region for the Zener diode. بينما الديودات العادية الثانية كانت بتعمل في المنطقة مين؟ في المنطقة هاي. طيب ايش الوظيفة لما كيف بدي استفيد من الدايود عند منطقة الانهيار؟ في ضبط عملية الفولتج عند قيمة ثابتة معينة، الغي الربل. هذا الكلام اول شيء بنقول انه الزينر دايود عبارة عن سيليكون بي ان جنكشن ديفايس that is designed for operation in the reverse breakdown region. ووضحت لكم كلمة reverse breakdown، لأنه لو جاكوا سؤال متعدد الخيارات أو هذا حاحطوا لكم خيارات كتير، هل هو يعمل في منطقة الانحياز الأمامي أو منطقة الانحياز العكسي عند كذا، فبالتالي بدي تتذكر أنه الزينر دايود هو أول دايود الآن نتعرض له يعمل في منطقة إيش؟ reverse bias. The key to the zener operation is that when the diode reaches the reverse breakdown, its voltage remains almost constant even though that the current changes drastically، يعني يتغير بشكل كبير. إذا أنت لاحظت في المنطقة هاي ماذا يحدث هنا؟ كانت المقاومة من النقطة هذه إلى البريك داون تساوي المقاومة لا نهائية كبيرة جدا. أوكي؟ التغير في جهد لكن لا يوجد تيار. الآن أصبح تغير في التيار ولا يوجد تغير في الجهد. لذلك في منطقة الريفيرس بايس يصبح المقاومة ايش؟ منخفضة جدا. وكمان إذا بتلاحظوا إنه في المنطقة هذه من النقطة هذه إلى النقطة هذه تغير التيار لكن الجهد ثابت. ثبات الجهد وطبعا الانزياح من النقطة هذه إلى النقطة هذه مكبر حتى نقدر نشوفها بالايش؟ بالمنطقة السكنية، لكن هي بتكون أصغر بكثير من هيك، وممكن اعتبارها ايش؟ كونستنت فعلا، لأنه زي ما تقولوا بوابة وفتحت، وبالتالي أصبح التيار هائل جدا وفرق الجهد يكون ثابت. هذه الميزة هثبت فيها اللي هو ألغي فيها الريبلز، يعني إذا كانت الموجة تتذبذب ما بين 4 فولت و 5 فولت في الآخر هتطلع لي إيش؟ كلها عند القيمة اللي أنا مثبت عليها هذا الكلام. فبالتالي بدنا نستفيد من هذا الكلام في A major application for Zener diode is as a type of voltage regulator. regulator منظم الجهد. أوكي؟ يعني لو الجهد طلع أو نزل ما يتعرضش الجهاز لأي خلل بعد ذلك. For providing stable reference voltage for use in power supplies, voltmeter and other instruments. طيب خلينا نشوف ما الزينر بريك داون ايش معناته. في عندي نوعين من الريفيرس بريك داون. في عندي زينر في الزينر دايود في عندي الافالانش وفي عندي اللي هو الزينر. الافالانش درسناها في المحاضرات اللي هي في البداية رقم 5 أو 6، وبالنسبة للزينر هذا طبعا بيستخدم
في منطقه جهد منخفض. تذكروا قلت لكم منطقه الافالانش بتصير في الدايود العادي عند ما يصل الى 1000 فولت تقريبا، وبالتالي الدايود بيكون ريفرس بايس ويتحمل جهود كبيره وما يمرش التيار. لكن اذا انا كنت بدي اياه يعمل في منطقه قريبه من 5 فولت و6 فولت و10 فولت، في الحاله هذه بالجا الى التقنيه زينر. طيب خلينا نشوف the avalanche effect occurs in both rectifier and zener diode at sufficiently high reverse voltage. ايش معنى sufficiently high reverse voltage؟ يعني عند فرق جهد كبير معرض له الدايود. but zener breakdown occurs in low reverse voltage. طيب كيف يتم ذلك؟ يتم ذلك من خلال التطعيم. انا هذا الدايود بصنعه تصنيع خاص، بكتر بزيد عمليه التطعيم، فبصير عندي the zener diode is heavy doped to reduce the breakdown region, the breakdown voltage. this cause لما بزيد انا عمليه الدوبينج انه الديبليشن ريجن بتصير رقيقه جدا، بدل ما كانت في حدود مسافه 1 ملم او 2 ملم بتصير اقل، بتصير 1 ملم. لما بتقل المسافه ماذا يصير؟ ماذا يحدث للمجال؟ المجال بصير اعلى، يزداد المجال، بصير very intense، لانه كل ما قربت لوحي مكثف على بعض كل ما زادت قيمه المجال. اذا as a result an intense electric field exists within the depletion region near the zener breakdown voltage. this the field is intense enough to pull electrons from their valence band and create a current. وبالتالي التطعيم الكبير هذا يساعد على زياده المجال الكهربي. هذا المجال الكهربي حيسحب الالكترونات من الان تايب ريجن ويخليها تعبر الى البي تايب ريجن، وبالتالي حيساهم في مرور التيار. لذلك زينر دايود with a breakdown voltage less than 5 فولت operate predominantly in zener breakdown. اما those with breakdown greater than 5 فولت operate predominantly in valence breakdown. both type are called zener diode. اذا في عندي انا للزينر دايود منطقتين للعمل، المنطقه الاولى هي منطقة ال 5 فولت وأقل، ومنطقة الأعلى من 5 فولت بتحكم فيها اللي هي ظاهرة الأفالانش. وهذه طبعا زي ما قلت لكم الزينر دايود بالذات هي عبارة عن دايودات فيها تطعيم، نسبة التطعيم بتكون أعلى بكثير من الدايود العادي. إذا الدايود العادي لما بده نشغله الريفرس بايس بظاهرة زينر، فبتوقع العملية المسيطرة فيه هي عملية مين؟ أفالانش. أما بالنسبة للدايود الذي يعمل عند 5 فولت هذا دايود خاص اسمه زينر دايود، وبيكون حتى شكله مميز، ولما برسمه في الدائره الكهربيه برسمه مع حاره الزد. البريك داون كاركترستيك اذا طلعته على المنحنى بهذا الشكل بدنا نفهم المناطق الثلاثه هذول اي زد كي، وهي عباره عن تيار زينر. طبعا تيار زينر مار بالايش؟ بالانحياز العكسي عند الني. أول حركة من كلمة نيل هي K، لذلك أقل أو أدنى تيار بعدها يحدث مين؟ يحدث البريك داون. لاحظ هنا الفولتج تبعها إيش بيكون؟ بيكون V، في مثلا في زد. عند أقصى قيمة إذا تجاوزنا القيمة هذه يعني نحرق الدايود. هذه القيمة أي زد ماكسيمم زينر ماكسيمم كرنت. إذا أنا مسموح لي أشغل زينر دايود في منطقة التيار الذي لا يتجاوز من اي زد كي الى اي زد ام. اذا خرج عن هذا النطاق محتاج ايش؟ احط طبعا ريزيسترز او مقاومات حتى احميه من انه يصل الى المنطقة هذه. اي زد اللي هي السنتر اللي هي الوسط. الان لو انت سحبت خط من النقطة هذه الى النقطة هذه، هذا معناته انه في زد بتكون هنا في زد ناقص دلتا زد، وهنا ايش بتكون؟ في زد زائد دلتا زد، وهو المدى او النطاق الذي يستطيع فيه زينر دايود ان يقوم بعمليه الريجوليشن للفولتج. لانه اذا تغير الفولت من في ناقص في دلتا زد الى في بلس في دلتا زد، او في اسف من ايش انا قلت؟ من في زد زائد دلتا في الى في زد ناقص دلتا في، هذه المنطقه الاوتبوت تبعها ايش بكون؟
قيمة ثابتة. تفرقش معاك. لذلك the reverse voltage VR is increased, the reverse current remains extremely small up to the knee of the curve. في المنطقة هذه طبعا هذا مكبر هذا شوية. هو بيكون مقترب جدا من الصفر وفجأة تحدث هذه العملية بسبب انه هذه خاصية الدايود لا يمرر التيار في الانحياز العكسي. وبالتالي المقاومة في المنطقة هذه ايش بتكون؟ بتكون هائلة جدا. الآن بعدما نتجاوز منطقة الني اللي الركبة ايش بصير عندي؟ The reverse current is also called Zener current. إذا صرنا نتعامل مع IZ. At this point, the internal Zener resistance is also Zener impedance. يعني لو جاءت كلمة Zener impedance أو Zener resistance فهي نفس المعنى ويرمز لها بالرمز Z subscript Z begins to decrease as the reverse current increases rapidly. لأنها كانت كبيرة بدأت إيش تصغر. وطبعا أنت تعرف إنه المقاومة إيش بتساوي تغير في إيش في الجهد على التيار. واضح الفكرة؟ الجهد هنا بتغير تغير طفيف جدا على تغير كبير في التيار، معناته البسط صغير والمقام كبير فبكون المقاومة صغيرة. نستنتج من ذلك from the bottom of the knee the Zener breakdown voltage remains essentially constant. وطبعا زي ما قلت لكم الرسمة هذه يعني مكبرة حتى استطيع اشوف ايش اللي هو التغير. الان لو جيت للإكويفالنت سيركت لما انا بدي اجي ارسم زينر دايود بدي امثله في الايديال موديل، تذكر الايديال موديل ايش عملنا فيه؟ اهملنا المقاومه دايناميك ريزيستنس واهملنا اللي هو ايش؟ كل شيء مظبوط ولا لا؟ اللي هي البايس فولتج صح ولا لا؟ واهملنا كمان ايش اخر شغله؟ البارير بوتنشال والدايناميك ريزيستنس اهملناها، كل المتغيرات الثلاثه، ضل معايا بس انه أنا بمثل الزينر دايود عبارة عن إيش؟ عن بوتنشال ذو انحياز عكسي بحيث إنه هذا الإن تايب هي البي تايب هذا الموجب وهذا السالب. إذا يوجد في الدائرة في حالة الأيديال الزينر دايود عبارة عن بوتنشال اسمه بي زد اللي هو جهد إيش؟ جهد زينر اللي إحنا بدنا نستخدمه لتشغيل الجهاز عليه. معنى ذلك الكاركترستيك كيرف تبعه في هذه الحالة انه هو بيكون 0000 فولتج لانه انا اهملت الريزستنس واهملت كل شيء، فبالتالي بصير عندي عند قيمه عندما يصل الجهد العكسي على الدايود الى قيمه في زد يصبح يمرر ايش؟ التيار، وبالتالي يصبح فرق الجهد تبع البوتنشال اللي انا حاطه كتمثيل رياضي للزينر دايود عباره عن ايش؟ عن في زد. اما بالنسبه للديناميك بالنسبه للبراكتيكال موديل فطبعا مقاومه زينر دايود موجوده لانه حقيقه المنحنى لا ينخفض من القيمه في زد بخط مستقيم، لا هو بيكون في له ميلان بسيط جدا، هذا الميلان ناتج عن الانحناء الطفيف اللي عملها، وبالتالي بيكون عنده نوع من المقاومه، يمتلك ايش؟ مقاومه، احنا كلنا بنعرف انه المقاومه ايش بتساوي؟ التغير في الجهد على التغير في التيار، اذا المقاومه موجوده وبالتالي يمثل رياضيا بمقاومه وبطاريه، وبيكون فرق الجهد على زينر دايود في الحاله هذه برضه بيزيد. لكن هنا بيساوي اي في ار زائد ايش؟ زائد قيمه الجهد اللي هاي، ويمثل على الرسمه تبعتي الكاركترستيك كيرف انه هي المنحنى بينخفض بهذا الشكل وعند الني بيصير ايش؟ بياخذ هذا الشكل. بدي اياك تطلع على الاتساع تبع التغير في البوتنشال، هذا الاتساع مقداره دلتا بي زد. بيتغير التيار في دلتا بي زد من قيمه مينيمم الى قيمه ايش؟ الى قيمه ماكسيمم، والمقاومه تبعت زينر دايود اللي هي زد سبسكريبت زد هي عباره عن دلتا بي زد على دلتا اي زد اللي هي التيار المعطي في هذه اللحظه. وهو التيار مين؟ التيار هذا تيار الماكسيمم ناقص ايش؟ المينيمم او اي نقطتين انت اخذتهم ما بين النقطتين اللي بتحدث فيهم دلتا في زد اللي هي الاوبريتنج كونديشن تبع مين؟ تبع الدايود. طيب كيف بدنا نستفيد من هذه الخصائص في حساب المطلوب مني هنا؟ وهو في الدائره البسيطه هذه
عندي فرق جهد متغير بيدخل على الدائرة الكهربية تبعتي، بمر في مقاومة مقدارها 100 اوم، وموجود هنا عندي زينر دايود، مطلوب من زينر دايود بس يطلع لي اللي هو جهد كونستانت ثابت. وهنا ايش بقول لك؟ determine the minimum and maximum input voltage، قديش بقدر اتغير التيار من الى، حتى regulated by the zener diode. في زد اللي بدي اياها هي 5.1 فولت لما كان التيار 49 ملي امبير. يعني اذا بنرجع للمنحنى تبعنا هنا، ايش معنى هذا الكلام؟ معناته انا بدي اللي هي اي زد، اي في زد اللي هي القيمه هذه، هذه في زد عند اي زد بتساوي كم؟ 49. هاي 49 بدي اياها يكون ضابط الامور على مين؟ على النقطه هذه. طيب اللي معطي لك اياه انا انه اي زد كي تساوي 1 ملي امبير، وبدي افترض انه الامبيدنس لزينر دايود هي 7 اوم، واد اي زد عند كل التيارات، واخدين بالكم؟ يعني عند اي زد هي التيار المر في زينر دايود and it's constant over the range of current value، لانه التيار بتغير بكميه كبيره، لكن نعتبر انه ايش؟ انه يساوي ايضا 7 اوم. And the power، إذا علمت أن الباور ديسيبيتد إز 1 وات، الباور ديسيبيتد هذا بيعطيني كيف أحسب ذا ماكسيمم كرنت. عشان أعرف الماكسيمم كرنت بدي أستفيد من وين؟ من اللي هو الباور ديسيبيتد. وإحنا كلنا بنعرف إنه الباور إيش بيساوي؟ أي في في، أي في في. إذا عرفت فرق الجهد تستطيع حساب مين؟ التيار، لأنه التيار في الحالة هذه إيش بيساوي؟ الباور ديسيبيتد على مين؟ على فرق ايه؟ لا لا لا، اي في في او اي تربيع في ار او في تربيع على ار. لكن القانون اللي بدي اياه انا اللي هو العلاقه ما بين المعطيات الموجوده معايا اللي هو عباره عن ايش؟ اي في في، وبالتالي التيار لانه في معروفه وقيمه الباور معطيني اياها، فبتحسب مين؟ التيار، حتى ما ندخلش في موضوع ايش؟ المقاومه. طيب الان لاحظ هنا انه معطي لك هذه القيمه 5.1 فولت زائد دلتا في زد. دلتا في زد تتذكر على الرسمه هي النطاق اللي تغير فيه التيار من قيمه الى اخرى، مضبوط ولا لا؟ عند الانحياز العكسي. وهذه دلتا في زد مره بطلعها من 5.1 ومره بضيفها على 5.1 عشان احدد المدى تبعي من الى. اوكي، في الحاله هذه برجع تاني وبحسب فرق الجهد في ان. اذا فرق الجهد في ان الذي يجعل لي الاوتبوت 5.1 ناقص دلتا في زد، ومره بحسب اقصى فرق جهد ممكن احطه حتى يعطيني 5.1 زائد دلتا في زد، لانه خارج النطاق هذا الدايود بيخرب. لذلك ايش بعمل؟ بدي اطلع من وين لوين ممكن يتغير فرق الجهد هذا، وتضل الزينر دايود بتعمل لها ريجوليشن لفولتج مقداره 5.1. خلينا نشوف مع بعض من المعطيات تحت المساله. لما تكون اي زد كي بتساوي 1 ملي امبير، ذا اوتبوت فولتج از، بدي احسبه من وين؟ بدي احسبه الاوتبوت فولتج اللي هي القيمه هاي، صح ولا لا؟ وبالتالي هاي اي زد اللي اعطاني اياها هي 49 ملي امبير، الفي زد تبعتي اللي هي القيمة اللي هاد. الآن النقطة هذه بتحدد لي اللي هو الفي ناقص دلتا في زد، وهذه النقطة بتحدد لي مين؟ في زد زائد اللي هي في زد زائد دلتا في. إذا أنا مطلوب مني أحسب أي زد كي، ومطلوب أحسب مين؟ أي زد ماكسيم. فبالتالي الفي أوت تبعتي في الحالة الأولى 5.1 ناقص دلتا في زد اللي هي دلتا في زد. اذا انا مطلوب مني احسب مين؟ دلتا في زد في الحاله هذه ايش بتساوي؟ بتساوي اي زد ناقص اي زد كي في دلتا زد. ليش؟ لانه احنا بنعرف انه الجهد او التغير في الجهد ايش بيساوي؟ بيساوي التغير في التيار في المقاومه. طيب انا ثبتت المقاومه. ثبتت مين؟ ثبت المقاومه، قلت لكم افترضوها 7 اوم، مين اللي تغير؟ التيار. من وين لوين تغير التيار؟
من وين وين حكيت انا بتكلم في المنطقه هذه عشان اجيب دلتا ناقص دلتا زد اللي هي من النقطه هذه للنقطه هذه تغير التيار من وين لوين من اي زد لاي زد اي زد كي بدي اضربها في السلوب تبع التدفق اللي هو الزد اللي هو 7 اي زد ناقص اي زد كي بالضبط اذا اي زد ناقص اي زد كي مضروبه في الار هذا حتعطيني اللي هو دلتا زد كي بالسالب وبالتالي بتصير عندي المعادله 5.1 فولت اللي هي السنترال فولتج ناقص اي زد ناقص اي زد كي في زد لو انا جيت عوضت بالارقام 5.1 اي زد 49 ملي امبير ناقص 1 ملي امبير لانه هي بقول لي اياها اي زد كي تبعتك ذا مينيمم كرنت قبل ما زينا بدا يعمل بعد الواحد بيبدا ايش يعمل مضروبه في مين في 7 اوم لو عوضت بالارقام على هاي المعادله فبيطلع معايا ان فرق الجهد تبعي الاوتبوت تبعي في الحاله هاي هو 4.76 مش بعيد كثير عن ال5.1 لذلك عند هذه القيمه ماذا يكون قيمه الجهد الداخل على الدايود الجهد المسلط على الدايود اللي هي في ان لاحظوا انا في ان هذه هي بتساوي مجموع الجهد هذا زائد مجموع الجهد هذا لذلك في ان المستخدم في الحاله هذه بتساوي التيار اي زد كي مضروبه في مين في ار زائد في اوت اللي هي الاوت اللي ايش فرق الجهد هذا عشان قلت لكم فرق الجهد الداخل بتوزع على المقاومة وبتوزع على الدايود الدايود حجز قيمته اللي هي 4.76 هذه قيمة طيب ماذا يتبقى؟ يتبقى اللي هو 1 ملي أمبير مضروبة في 100 أوم إذا الفرق الجهد الذي دخل على زينر دايود هو كم؟ 4.86 إذا أنا عندي الجهد يتذبذب ما بين 4.86 إلى قيمة عظمى، 4.86 إلى قيمة عظمى، 4.86 إلى قيمة عظمى. في خلال التذبذب هذا الأوتبوت دائما لا يظهر إلا 5.1. طيب القيمة العظمى اللي أنا بدور عليها الثانية من وين بدي أجيبها؟ بجيبها من أي ماكس اللي مرت في الدايود، إذا برجع مرة ثانية to find the maximum input voltage بدي اضطر استخدم القانون اللي بقول لك اي زد ماكسيمم يساوي الباور ديسيبيتد على اللي هو فرق الجهد فبالتالي فرق الجهد من المعطيات تبعت المساله اللي هي 5.1 و1 واط اذا بعطيني بوحده بحول لك وحده ايش؟ الملي امبير تطلع 4.196 فبتعطيني 196 ملي امبير هذه هي the maximum current minimum current قديش؟ تخيلوا قديش ان المطر لا current كان 49 الان the minimum current كان 49 واقصى تيار 196 اذا الدائره تبعتي بمر فيها تيار اكبر من كده بدي اضطر اعمل بروتكشن حمايه او اغير او لانه الدائره حيخرب هذا المنطقه اللي بيشتغل فيها الدائره من 49 الى 196 طيب نيجي مرة ثانية طالما انا عرفت اي زد ماكسيمم برضه بقدر اعرف مين؟ بقدر اعرف مين؟ دلتا بي زد الموجبة اللي هي جاية من وين؟ من اي زد ماكسيمم ناقص اي زد مضروبة في مين؟ في 7 لأنه التغير في الجهد في الحالة هذه ايش بيساوي؟ الفي اوتبوت اللي بده يطلع على زينر دايود هو 5.1 زائد دلتا بي زد 5.1 اللي هي عند بي زد هذه زائد الاضافه الصغيره اللي جايه من هنا. وبالتالي هذه الاضافه الصغيره زي ما انت عارف بتمر في مقاومه اي زد ماكس مضروبه في زد ناقص اي زد في زد. مضبوط ولا لا؟ اللي هو السلوب تبع هذا المنحنى. هاي اي زد ماكس ناقص اي زد، اي زد ماكس ناقص اي زد مضروبه في المقاومه بطلع ايش؟ التغير في الجهد وبالتعويض بالارقام بيطلع معايا اقصى فولتج هو 6.1 3 او 6.13% لو انا اجيت اطلع الان الفي انبوت الذي بيعطيني القيمه هذه بلاقيه ايش بيساوي؟ بيساوي تتذكروا الدائره عباره عن الجهد اللي طالع من الدائره بيساوي الجهد اللي على المقاومه
زائد الجهد الاوتبوت. الجهد الاوتبوت طبعا حسبته. الجهد على المقاومه هو 196 امبير ملي امبير مضروبه في المقاومه 100 اوم، معناته فرق الجهد 25 فولت. اوكي؟ اذا الان الجهد الكلي هذا الجهد الكلي، ايش بنستنتج من ذلك؟ بنستنتج من ذلك this show that the Zener diode can ideally regulate the input voltage from 4 فولت 84 الى 25 فولت to maintain approximate 5.1 فولت. اذا اذا تغير فرق الجهد على زينر دايود من 4، خلينا نقول من 5 كم هي القيمه 4.84 الى 25 فولت اللي بيطلع قديش 5 فولت. وهيك انا لغيت لانه هذا التغير هذا بنسموه الريبل، وبالتالي انا عملت ايش ريجوليشن من خلال زينر دايود ما شافش غير ايش او ما اخرجش غير 5.1. طبعا لانه بصير التيار اقصى لما لو انا سلطت فرق جهد اكثر من 25 ايش اللي بصير؟ بزيد التيار، بصير نطيت عن التيار الماكسيمم، والتيار الماكسيمم يعني لو انت طلعت عن 25 لو جيت هنا يعني ايش بقول لك انا؟ انت بتقدر تدخل اشاره تتغير من 4 الى 25 والاوتبوت تبعك حيكون عند ايش؟ عند 5.1. معقول فيش غيابات بتشتغل طبعا كل شيء له شيء. اوكي كل شيء له شيء، بس لاحظ انت لما تشتري محول بدك 12 فولت بدك كذا، فبتلاقي من 4 على 25 هذا مناسب جدا. عشان هيك دائما وابدا اللي بده يشتغل في الدوائر الكهربائيه بده يعرف الليمتس تبع كل دايود، وكل دايود لما تشتريه بكل كود نمبر لما تفتح الداتا شيت بسموها. طبعا هذه الامور احنا ما اخذناهاش لانه ما بتلزمناش كثير في المرحله هاي. بتقرا اللي هي اي زد ماكسيمم قديش، الزد زد قديش، الرينج تبع الفولتج اللي بيشتغل فيه، وبالتالي بتختار حسب الكاتيجوريز اللي انت بدك اياها. طبعا حنعمل سؤال اخر في المراجعه الاسبوع الجاي على نفس النظام حتى نستطيع انه نتتبع الخطوات مره ثانيه. بدي اياكم في البيت تشوفوا طريقه الحل، لاحظوا ان انا بطلع على الاوتبوت وبعدين برجع اشوف قديش الانبوت اللي اعطاني هذا الاوتبوت في كل مرة، وفي الآخر بطلع المدى تبعه. بضل علينا موضوعين صغار هدول يعني بتقدر تقولوا خاتمة هذا الشابتر. الموضوع الأول اللي هو أحد أنواع الديودات الشهيرة بسموها Light Emitting Diode اللي هو باختصره بكلمة LED. بالضبط لما سمعت أنت جهاز الـ TV LED، تلفزيون LED، هو عبارة عن ديودات صغيرة جدا بتشكل اللي هي الشاشة. عندك 1800 ديود في 1200 ديود، هدول عبارة عن المصفوف بتاعت الديودات، وكل ديود بيعطيه بتجيله إشارة فبضوي حسب المطلوب منه، فبعطي لك إيش الصورة الرائعة جدا. والديود طبعا ممكن يكون حجمه صغير جدا ويعطي هذا الضوء، فبالتالي بتحصل على ريزوليوشن عالية حسب كبر الشاشة مثلا. بالضبط، لأنه الديود حجمه واحد، وبالتالي بتقدر تكبر الشاشة بمساحات هائلة جدا ويحافظ على نفس الدقة. غير تلفزيونات زمان، كل ما كبرت الشاشة كل ما أصبحت الصورة مشوهة. وغير طبعا زمان الراديو لما كان يضوي فيه الضوء الأحمر الصغير، ساعات الرقمية كانت تستخدم الليد. هذه كلها عبارة عن إيش؟ عبارة عن سيمي كوندكتور ماتيريال أبليكيشن. خلينا نشوف الرمز المستخدم للليد. هو عبارة عن دايود عادي بس طالع منه سهمين دلالة على انبعاث الضوء. الليد بيشتغل بنفس طريقة الدايود العادي، ولكن زي ما انتم شايفين المنطقة الان تايب والبي تايب هاي هم هنا بهذا الشكل، وهنا انا بسمح من هذه النافذة للضوء انه ينبعث، وبالتالي ما بكونش مسكر هذه بطبقة من الالمنيوم زي الدايود العادي اللي هي نقاط التوصيل، لا بكون عامل نقاط التوصيل في اماكن معينة وبتطلع الضوء من الفتحة الصغيرة الموجودة. The basic operation of light emitting diode is as follows. لاحظ هنا بي ان جنكشن عادية، بس بدل ما يطلع حرارة من الدايود نتيجة اللي هو عملية الريكومباينيشن ينبعث الضوء. فبالتالي ايش بصير عندك؟ لما بوصل الدايود انحياز امامي forward bias، ايش بصير؟ Electrons cross the بي ان جنكشن from the n type material combined with the hole in the B type material. دائما في الحياز الامامي ايش بصير؟ بصير عمليه اعاده التحام، هاي الالكترونز في هذا الاتجاه
تخترق البوتنشال بارير وبتلتحم مع مين؟ مع الهولز الموجودة في البي تايب. بماذا ينتج عن ذلك؟ When the recombination takes place, the recombining electron release energy. طاقة ال يعني بعد ما يلتحم الالكترون مع الهول في طاقة زيادة. هذه الطاقة الزيادة ما يبطل على شكل هيت أو على شكل ضوء. في الحالة هذه بيطلع على شكل ايش؟ ضوء. ومقدار الاوتبوت باور ترانسليتد انتو الايت از دايركتلي بروبورشن تو ذا فورورد كارنت. كل ما زاد التيار التوصيل الامامي على الدايركت كل ما زادت ايش؟ شده الاضاءه. واضحه الفكره؟ وطبعا في عندي انا الان مصابيح ليد بتشتغل على 12 فولت مزبوط ولا؟ وبتستخدم في اضاءه المنازل لانها موفره ايش؟ للطاقه بتقدر تشغل على 12 فولت دي سي كارنت. او في عندك برضه مصابيح دايودز موجوده فيها دوائر تقويم بتحول التيار المتردد الى تيار ايش مستمر حسب ما انت شفت ازاي صار الجوال كلها صارت ليد كل الـ يعني حتى الـ الاضاءه اللي بتصير على شاشات الـ لا مش الحفلات بتاعت الترافيك لايت بتاع اشارات المرور اللي بتضوي احمر واخضر واصفر هذه كلها ايش ليد. وطبعا بعد اكتشاف الليد الاخضر والليد الاحمر والليد الازرق هذه الالوان الاساسيه اللي اندمجت مع بعض وطلعت الليد الابيض اللون الابيض. اما زمان ما كانش في عندنا غير الليد الاحمر في التسعينات وثم جاء الليد الاخضر وطبعا هو المستخدم في اجهزه كثيره وتطبيقاته غير معدوده يعني كثير كثير له تطبيقات. لذلك الكاركترستيك كير تبعه كل ما زاد الفورورد كارنت اللايت انتنسيتي تبعته ايش بتزيد واذا زاد درجه حرارته الانتنسيتي بتقل. هذه العلاقه اللي بتعرفوها كويس انه as the an increase in the I forward correspond proportionally to an increase in the light output. وفي عندكم برضه بالنسبه لتاثير الحراره the light output both intensity and color is also dependent on temperature. يعني حتى اللون بيتغير مع مين؟ مع تغير درجه الحراره. وهذا كله طبعا يعود الى اتساع فجوة الطاقة اللي هي الانرجي باند وكيف تأثيرها على الضوء المنبعث، لأن الضوء المنبعث عبارة عن ايش؟ عبارة عن فوتونات، صح ولا لا؟ وهذه الفوتونات هي نتيجة للانتقال من مستوى طاقة إلى آخر تحمل فرق الطاقة. هذه فرق الطاقة يحملها فوتون يا إما بيكون في منطقة الضوء الأخضر أو الأحمر أو ايش؟ أو الأزرق، هذا المدى اللي بيكون فيه الدايود المصمم. واللايت انتنسيتي جوز داون with the higher temperature as indicated in the figure. لاحظوا عند التيار ثابت عندما كانت درجة حرارة 15 كانت أعلى الانتنسيتي من لما كانت عند 95. واضحة الفكرة؟ أكثر من هيك على اللايت اميتنج دايود من ناشي وبالتالي فكرة عمله إنه بي ان جنكشن عادية ولكن يعزز فيها اللي هو الضوء بدل الحرارة. في الدايود العادية بتلاقيه بيسخن نتيجة العملية اللي ايش؟ مرور التيار فيه اللي هي الريكومبينيشن بروسيس، هنا بيخرج ايش؟ ضوء. المعاكس لللايت اميتنج دايود اللي هو الفوتو دايود. الفوتو دايود بيشتغل بطريقة عكسية. بتعطيه ضوء بيوصل التيار. وهذا له تطبيقات رائعة جدا انه ممكن تستخدمه كسنسور لللايت. كمجس للضوء. ليش؟ أول شيء الدايود هذا يوصل في حاله الريفرس بايس لا يعمل لا في الريفرس بايس. اذا الان انت اخذت موضوعين اثنين زينر دايود والفوتو دايود يعملان في منطقه ايش؟ الريفرس بايس. اذا بوصلوا في الدائره هذه على شكل ايش؟ ريفرس بايس لا يمر فيه تيار. اذا سقط عليه ضوء يمتصه وتتحرر الالكترونات والهولز ويمر التيار. اذا مصدر التيار الان هو المينورتي تشارج كارير التي تولدت من امتصاص الضوء ومر التيار بنسميه اي لامدا. هذا التيار اي لامدا هو الريفيرس لايت كارنت وليس سميته لايت كارنت لانه اساسه ضوء. اذا زادت شده التيار هذا معناته الضوء الساقط عليه كان كبير، اذا قلت معناته ايش؟ قل. وبالتالي هذا مجس ضوئي ولا مش مجس ضوئي؟ مجس ضوئي. لذلك الفوتو دايود از ديفايس ذات اوبريت ان ريفيرس بايس بكتب عليها هذه where I lambda is the reverse light current. The photodiode has small transparent windows to allow the light strike the junction. وبالتالي هو عبارة عن ثقب صغير جدا يمر منه الضوء
وفي الاخر انا بقيس مين؟ بقيس التيار المار في الدائره. اذا صار عندي مجس ضوئي واذا دخلته على مختبر الفيزياء واشتغلت تجارب زي تجربه الفوتو الكتريك افكت او شغله زي كده بتقيسوا شده الاضاءه اللي ساقطه او اللي نافذه من خلال الفوتو دايود. له تطبيقات كثير. الفوتو دايود differ from rectifier diode that when the P-N junction is exposed to light the reverse current is increased with the light intensity. إذا مصدر مرور التيار هو الضوء. طيب لو ما كانش في ضوء تماما ايش اللي بمر؟ بمر المينورتي تشارج كارير التي تستطيع ان تعمل ما يسمى بالساتوريشن كارنت اللي قلت لكم عليه قريب من الصفر. هنا بنسميه دارك كارنت اي التيار الخفي لانه لم ياتي من الضوء، جاء من ايش؟ من المينورتي تشارج كارير التي استطاعت ان تكسر البارير وهي تشكل يعني نسبه صغيره جدا من ايش؟ من النويز. An increase in the amount of light intensity expressed in irradiance الذي له وحدة باور وات ملي وات بير سنتيمتر سكوير و produce an increase in the reverse current. كل ما زادت الراديانس على الدايود كل ما زادت مين؟ الاي لامدا. التوصيل في الداخل في المختبر لما يكون اللايت اوف في الكومبليت دارك وهذا الدايود عليه ريفرس بايس، لاحظ هنا انه البي تايب عليه سالب والان تايب عليه ايش؟ عليه موجب ريفرس بايس. التيار المار هو صفر، واذا قست التيار في الحاله هذه اعرف انه هذا الدارك كرنت وعاده بيكون في المايكرون مايكرو امبير. الان مجرد ما تدخل الضوء عليه وين اكسبوز تو لايت الضوء سقط على الفوتو دايود بمر عندك تيار. اذا صار عندك مقياس التيار هو مقياس لمين؟ لشده الاضاءه اللي موجوده. اغلب الكاميرات لما بتيجي بتشغل الفلاش او بتطفي الفلاش فكره كيف بتعرف فوتو دايود بقدر مقدار الضوء الموجود بولد التيار. هذا التيار بمر في المايكرو بروسيسور بقول له عند مثلا 5 ملي امبير شغلش الفلاش، عند 5 ملي امبير واقل شغل الفلاش. اما لما تحطه شغله اون اول ذا تايم او اوف اول ذا تايم ما انت تحكمت عليه انه انسى الفوتو دايود استريح ما تشغلش. اما لو طلعت على جوالك على الظهر بتلاقي زي سنسور صغير. كيف الجوال لما بتيجي بتكلم بيطفي الشاشه بتطفي. مين قالها تطفي؟ لما بتحطه على وشك بتقربه كثير على ودنك ليش يضل شغال ابيض؟ مش صح من ناحيه لما تكلم في الليل ويكون ضوء وشك او الناس بتشوفك. او اذا كنت مثلا ماسك الجوال بتكلم لمده ساعه والجوال بيستهلك بطاريه كثير والاضاءه اللي شغاله للشاشه بتستهلك بطاريه كثير معناته فقد الجوال. فهم حطوا فوتو دايود صغير مجرد ما الفوتو دايود يقرب من وشك بصير معتم بيعطي اشاره للشاشه انها تطفي لانه الجوال الان اصبح خارج نطاق النظر، صح ولا لا؟ اقلب الجوال على الجهه الثانيه على طول بتلاقيه ايش؟ طفت الشاشه. سكر الكفرز لا يطفي. السبب من ذلك اطلع فيه بتلاقي حلقه صغيره تستغرب انه ليش هذه الحلقه؟ هذا عباره عن فوتو دايود يرصد الاضاءه الموجوده في الغرفه. السمارت تي في فكرك لما انت تجيب تلفزيون سمارت وتقول له انتليجنت الومينيشن فمجرد ما تسطع الشمس الاضاءه بتلاقي تحت التلفزيون زادت. في الليل ليش الاضاءه تزيد؟ لانه في الليل وانت ما اضاءه خفيه عينك ترهق من كثر الاشعاع اللي جاي عليها. فالتلفزيون على طول بقرر انه الاضاءه في الغرفه الان منخفضه نزلوا الاضاءه في لاحظتوها هذه؟ طيب هذا اهميه الفوتو دايود وقيس على ذلك حاجات كثير. الان احنا خلصنا الشابتر الثاني والثالث من الكتاب درسنا فقط المواضيع المعلمه باللون الايش الاصفر وهذا طبعا شيء كافي لانه الكتاب مخصص حقيقه لكل من يحتاج الالكترونكس سواء مهندس الكتروني سواء كمبيوتر سواء رياضيات فيزياء. فبالتالي احنا اخترنا المواضيع الايش اللي تهمنا والمقرره والمسائل المطلوبة منكم هي في الصفحات من 99 إلى 105 من الشابتر الثاني ومن 161 إلى 169 في الشابتر الثالث. وطبعا مش كل المسائل أنا هعلم لكم عليها باللون الأصفر أيضا وهترك لكم إياها متاحة على مجموعتكم على الفيسبوك. وبنكمل الأسبوع القادم مع مزيد من الدسكشن حول المواضيع اللي درسناها حتى الآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.